maintain the speed through the middle of the ice. Hansel able to hold to the outside with it now. Bennett on a cross. شكرا جزيلا معلقنا الكابتن عزب الشرباجي. اذا انتهت مباراه الافتتاحيه للنادي الاهلي في بطوله افريقيا للرقم 37 للابطال الكره الطائره بفوز النادي الاهلي 3-0 على نيمو ستار الاوغندي. بدايه موفقه، بدايه قويه، بدايه تليق ببطل افريقيا وحامل اللقب وفي رحله دفاعه عن اللقب والاحتفاظ به. ارحب بضيوفي للمره الثالثه اللي بيشرفوني في الاستوديو الكابتن محمد شعراوي. اهلا بك يا كابتن والف مليون مبروك. ربنا يخليك وان شاء الله نبارك في النهائي ان شاء الله. برحب بضيفي وطبعا صانع العاب النادي الاهلي السابق الكابتن ماجد مصطفى. اهلا بك يا كابتن. كابتن هيثم مبروك للنادي الاهلي. مبروك لينا كلنا. مبروك. كابتن المباراه ابتدت يعني مباراه افتتاحيه ليها حسابات، حضرتك كنت قايل ان المباراه الافتتاحيه اهم ما فيها هي الضغط العصبي على اللاعبين، انه كل لاعب عايز يظهر بمستواه، الفريق عايز يظهر بمستواه، الكلام ده كان ايه اخباره النهارده؟ والله هو الفريق المنافس ما كانش يعني ادى اي فرصه لفرقه النادي الاهلي انها تبرز اي مهارات النهارده، بصراحه فريق ضعيف، بس يعني الشيء المميز النهارده في النادي الاهلي ان هو جرب كذا تشكيل، جرب اللعيبه كلها، شفنا النهارده عادل بيلعب في مركز 2، مركز غير مركزه. وده برضو ممكن نحتاجه في فترات من الماتشات اللي جايه. الشيء اللي بس النهارده كان يعيب فرقه نادي الاهلي ان هو تغيير التشكيلات الكتير دي ما كانش مديها التجانس، ولسه ما شفناش القوه الحقيقيه للنادي الاهلي. قد يكون ده مقصود من كابتن ميدو عشان يخبي اوراقه للمباريات القادمه. اكيد، والنادي الاهلي يعني بدا المباراه بتشكيل، وفي نص الشوط الاولاني بدا التغييرات تتعمل في الفريق، الشوط الثاني بدا بتشكيل ونهى بتشكيل، الشوط الثالث بدا بتشكيل مختلف، فالتغييرات الكتير دي هي بس اللي ادت عدم الانسجام بين اللعيبه، ولكن ده مطلوب عشان الكابتن بيتعرف على افضل التشكيل. وكمان لا، هو انا اعتقد ان الكابتن ميدو هو في دماغه التشكيل الاساسي، بس هو بيدرس، بس هو بيخبي الاوراق اللي هو يعني مش عايز يظهرها. طب مش عايز يظهر. طب كابتن خلينا استاذن حضرتك واستاذن كابتن شعراوي نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي ولقاءات مهمه. اتفضل يا كريم. تحياتي لكم من جديد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بطوله جديده، بطوله الكره الطائره الرجال، طبعا اكيد في البدايه بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله. يتوج اكيد هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. اكيد المباراه الاولى كانت من نصيب النادي الاهلي زي ما تابعناها، نتيجه 3-0. بينضم لنا الكابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني للفريق. مبروك كابتن محمد طبعا المباراه الاولى. زي ما بنقول المباراه بعد مباراه البطوله بتخش في الاجواء الساخنه. النهارده يمكن اعدادك كان للمباراه ازاي؟ فريق نيمو ستار ازاي قدرت ان انت تقف عليه وتعمل سكاونتنج عليه جامد يا كابتن؟ اولا انا بحيي الناس طبعا، بحيي كابتن هيثم وكابتن ماجد وكابتن محمد شعراوي. الفريق طبعا ما عملناش سكاوتنج لانه ده اول ماتش في البطوله، ما نعرفش عنه اي حاجه. الحمد لله الفريق لعب كل، يعني قدرت العب كل الناس، حتى قدرت العب ناشئ يوسف الصافي، والحمد لله ظهر مظهر كويس. الحمد لله الفرقه كلها لعبت وده كان هدفي. يعني لو بتكلم على البطوله بشكل عام، عارف انت بتعدلها في محاضرات مستمره يا كابتن ميدو، ازاي اتكلمت مع اللعيبه ومركز معاهم ازاي على الفتره القادمه والمحاضرات بتكلم فيها عباره عن ايه؟ والله يعني همي دلوقتي ان احنا نخلص دوري المجموعات، وبعدين ان شاء الله باخد واحده واحده، هنعرف مين ان شاء الله احنا هنقابله في دور الثمانيه. يعني هو التخطيط بتاعنا ان هو هيبقى ثاني فرقه الجيش، فان شاء الله ربنا يسهل ممكن تبقى فرقه الجزائر. بنعمل لها طبعا، محمد زكريا قاعد من الصبح في الصاله بيعمل تحليل لكل الفرق، وان شاء الله موفقين. بتشوف التنظيم وبتشوف البطوله هنا في النادي الاهلي ازاي يا كابتن ميدو؟ زي ما بنقول الرجال ثم السيدات ثم الرجال ثم الهاندبول، بتشوف الامر ده ازاي يا كابتن ميدو؟ والله حاجه ممتعه جدا، النادي الاهلي قادر ان هو ينظم يمكن اربع بطولات ورا بعض، دي حاجه
مش سهله. العمل على قدم وساق انا حاسس بيها يعني. انا رحت للكابتن رؤوف كذا مره، بسم الله ما شاء الله يعني، ما بينامش تقريبا، ما بيروحش بيته. كابتن ياسر نصير، الناس كلها في النشاط الرياضي، مجلس الاداره كله موجود يعني، حتى الاستاذ محمد الجارح كان معانا في التمرين امبارح. الناس كلها واخده بالها كويس جدا، من عايزه تظهر النادي الاهلي في احسن شكل، والحمد لله ده باين جدا واضح جدا جدا للناس كلها ان النادي الاهلي قادر ان هو ينظم بطولات كتير. ان شاء الله نبارك لك بكره باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد مصلح المدير الفني لفريق الرجال. النهارده كانت مباراه قويه، فريق الرجال نادي الاهلي وفريق نيمو ستار. هينضم لنا كمان الكابتن محمود جمعه طبعا مدرب فريق النادي الاهلي. محمود، النهارده بنبارك لكم على المباراه، اولى المباريات. عايز اتكلم بشكل عام على تقييمكم لفريق النادي الاهلي النهارده، استعديتوا ازاي للمباراه دي؟ كابتن ميدو قال ما قدرناش نعمل سكاونتنج على الفريق ده لان هي اول مباراه، لكن بشكل عام شايف المباراه دي. والله هي دي، انت عارف دي اول ماتش لينا، الفرقه لسه راجعين من معسكر من بولندا، كنا جاهزين يعني ان شاء الله بشكل كبير جدا، عاملين حسابنا ان احنا البطوله قويه والبطوله جامده، لكن الفريق اللي احنا لعبناه النهارده ما عندناش اي داتا عليه عشان نقدر نقول للعيبه بتاعتنا ده يعني اي داتا لاي لعيب فيهم، ما مش موجود ليه اي لاعب فيهم يعني حاجه نقدر نقولها للعيبه بتاعتنا. كان الموضوع بنقوله في الملعب بس، هي الفرقه مستواها يعني نقدر نقول متوسط او اقل من المتوسط. احنا اللعيبه بتاعتنا النهارده دخلت الماتش خطوه خطوه زي ما بنقول، وان شاء الله اللي جاي احسن. عايز اتكلم على المباراه القادمه بالنسبه لكم، استعدتكم ليها ازاي؟ المباراه المتلاحقه دي ازاي بتعملوا ريكفري للعيبه، بتعملوا استشفاء ازاي يا كابتن محمود؟ والله احنا اللعيبه دلوقتي كلهم النهارده الصبح طبعا كان عندنا تمرين خفيف، رساله استقبال حاجه بسيطه خالص. ماتش النهارده يعني يعتبر خفيف، بكره الصبح عندنا تمرين. بعد كل تمرين اللعيبه بتنزل مغطس التلج. معانا طبعا دكتور هيثم، يعني مش عايز اقول لك ان هو ما بينامش من اللعيبه، كل اللعيبه عنده قاعده في الاوضه 24 ساعه، اللي عنده اصابه اللي عنده اي حاجه. ميكي وحسن في التدليك، فاللعيبه يعني عندنا جزء فيه ناس جزء اصابه، والجزء الثاني بنحاول ان هو الناس السليمه بنكمل ان شاء الله على خير. توفيق يا كابتن محمود. ربنا يخليك، شكرا يا كابتن. كل الشكر والتقدير طبعا من جديد للكابتن محمود جمعه مدرب فريق النادي الاهلي. بينضم لنا كمان احد نجومنا من نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن عبد الله عبد السلام. مبروك النهارده الفوز، اولى للمباريات، في تركيز من اول دقيقه باين. النتيجه 3-0 دي احنا متعودين عليها، لكن مشاركتك في البطولات الافريقيه الاختلاف ايه مع اولى المباريات يا كابتن عبد الله؟ طبعا اهلا وسهلا بحضرتك، ببارك طبعا لجيم النادي الاهلي، وببارك اللعيبه على الماتش النهارده. طبعا ماتش الافتتاح زي ما حضرتك عارف معانا لعيبه لسه شباب، ولعيبه طبعا دماغ مع الخبره، الحمد لله رب العالمين قدرنا نعدي الماتش بره الامام. طبعا المستوى الكره الافريقيه اتطور جامد، مش زي زمان. زمان كنا زي ما بنقول ممكن نعدي ارسال كل 10 رسالات يرجع لنا كره او كرتين، الوضع اختلف دلوقتي، بنلاعب فرقه مش وحشه ولا سيئه، نقول ضعيفه المستوى. الحمد لله رب العالمين بخبرتنا وبخبره اللعيبه الكبار مع الشباب قدرنا نعدي اول خطوه، والحمد لله الماتش افتتح كويس الحمد لله رب العالمين عليه. عارف ان انتم مركزين في البطوله فقط لا غير، لكن في ناس ممكن اتكلمت قالت مشاركات الفرق التونسيه كانت المفروض تبقى اقوى من كده البطوله، لكن احنا قلت قبل كده ان احنا كسبنا تونس وخدنا الكاس من تونس، بتشوف الموضوع ده ازاي ولا فاصلين الموضوع ده خالص بالنسبه لكم يا كابتن؟ طبعا فاصلين، مركزين طبعا مع الفرق اللي جت. طبعا الموضوع ده لا منطق ليه من الصحه، طبعا كل الفرق موجوده محترمه، تكاد تكون فرق احسن من الفرق التوانسه الموجوده دلوقتي، لسه فريق ترجي خسران بطوله عربيه، فالفرق الموجوده كلها محترمه. عندنا الاربع فرق بتوع مصر طبعا كلهم محترمين، في فرق افريقيا وفي السجون معانا في المجموعه محترمه، فرقه الفاب، فريق السواحلي الليبي، فريق اهلي الليبي، طبعا لا بطوله جامده ومحترمه، وكل الفرق طبعا تعوض غياب اي فرقه ما جاتش. عايز تنقل الدوافع يا كابتن عبد الله لكل اللعيبه، انا عارف ان في تركيز كبير جدا ان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا، لكن بخبرتك بتتكلم مع اللعيبه ازاي والدوافع اللعيبه عباره عن ايه يا كابتن عبد الله؟ طبعا اول حاجه لما ربنا كرمنا ببطوله الدوري الحمد لله بعد جت 3 سنين، اللعيبه مركزه طبعا زي ما حضرتك عارف البطوله بتجيب بطوله، اللعيبه عندها استعداد اللي هي ومركزه جدا ان هي تحافظ على البطوله الافريقيه، طبعا اللقب المره الثانيه على التوالي، كلهم مركزين، ركزنا بعد الدوري في معسكر بولندا زي ما حضرتك شايف النهارده الحمد لله من اول نقطه لحد اخر نقطه الناس مركزه، ما فيش اصفار بالخصم، ربنا يسهل نعمل عنا باذن الله وربنا يكرمنا ونحافظ على اللقب الثاني باذن الله رب العالمين. اخيرا انطباعك عن الاستقبال، التركيز، التنظيم النادي الاهلي وتنظيمه بطولتين سيدات ورجال، بتشوف الامر ده ازاي كاحد ابناء النادي الاهلي يا كابتن عبد الله؟ دي مش غريبه عن النادي الاهلي، طبعا احسن نادي بينظم في افريقيا زي ما حضرتك شايف، حاجه مفخره للعرب وافريقيا. اتمنى ان شاء الله ربنا يكرم السنين القادمه كمان ننظم ويبقى الشكل احسن من كده باذن الله رب العالمين.
ربنا يخليك، شكرا لك. شكرا، كل الشكر والتقدير من جديد للكابتن عبد الله عبد السلام، احد نجومنا طبعا، نجوم المنتخب الوطني فريق النادي الاهلي. بينضم لنا كمان الكابتن يوسف حمدي الصافي، احد نجوم فريق النادي الاهلي اللي كان ليه دور كبير النهارده في المباراه. كابتن يوسف برحب بيك، يمكن مباراه قويه زي ما بنقول الانطلاقه بالنسبه لكم، كان ليك اداء طيب مع كابتن ميدو اتكلم عليه، مركز ازاي وشايف البطوله دي بالنسبه لك؟ انت لعيب صغير لسه المستقبل كبير، بتشوف المباراه دي ازاي؟ اكيد طبعا البدايه مهمه جدا، بطوله على جمهورك، المهم يعني اهم حاجه انك تحافظ على البطوله، بالذات انك السنه اللي فاتت كسبتها في تونس. كابتن ميدو بيدعمني جدا، هو الجهاز الفني واللعيبه جدا بيدعموني جدا في الملعب. انا الحمد لله كنت حاطط هدف من اول السنه ان لازم ابقى متواجد في البطوله دي، وطول السنه على الدرجه الاولى الحمد لله مش بس موجود، الجهاز الفني بيديني وقت كويس جدا، وانا كل ما عليا ان انا ابذل كل ما عندي واظهر في احسن صوره. اللعيبه الكبار بتتكلم معاك ازاي؟ يمكن انت يمكن لعيب عندك مستقبل كبير، ابن الكابتن الكبير كابتن حمدي الصافي، اللعيبه الكبيره بتتكلم معاك ازاي بالنسبه للتركيز الفتره اللي فاتت؟ انا طبعا محظوظ جدا بوجود لعيبه كبيره جدا في وقتي زي كابتن محمد عبد المنعم وكابتن احمد عبد العال مركزي، بيدوني نصايح وتوجيهات بتفرق معايا جدا، وكابتن عبد الله عبد السلام طبعا بس هو مش مركزي بس برضه بيركز معايا جدا نفسيا وفنيا وفي كل مهاره، ده طبعا ده حظ كبير جدا. وكابتن عبد اللطيف عثمان، كل دول بيفرقوا معايا جدا طبعا، انا محظوظ بحاجه زي دي ان هم موجودين معايا. تمنياتك ايه على المستوى الشخصي وتمنياتك لفريق النادي الاهلي في البطوله دي؟ بتتمنى ايه يا كابتن يوسف؟ ان انا اهم حاجه في السن ده ان انا استمر في التطور، وكل سنه اهدافي تعلى اكتر واكتر، وطبعا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا ان شاء الله نقدر نحافظ على البطوله دي ثاني سنه على التوالي، هتبقى حاجه كويسه جدا، وبالذات لي انا في اول سنه ليا بطوله، اول بطوله افريقيه ليا ان شاء الله. ربنا يخليك ان شاء الله. بنشكر اكيد من جديد كل نجوم فريق النادي الاهلي. مباراه الاولى طبعا زي ما تابعناها بلغه الكره الطائره، بعد المباراه الاولى والثانيه بتدخل الامور في سخونه المباريات ان شاء الله. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه القادمه، مباراه مهمه غدا ان شاء الله في الساعه 8 مساء. لجمهور النادي الاهلي كان ليه تاثير كبير جدا يا كابتن هيثم النهارده، طبعا رغم قله العدد لكن من اول دقيقه تشجيع مثالي لفريق النادي الاهلي. بيتمنى مع توالي الايام ان شاء الله يكون عدد الجمهور اكبر من كده، وكل التوفيق من جديد للنادي الاهلي خلال مبارياته القادمه. عوده ليك يا كابتن هيثم. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين. الحقيقه خلينا نقول انه نسبه التركيز عاليه، اللعيبه عارفين والجهاز الفني قدر المسؤوليه اللي عليهم للحفاظ على اللقب. شفنا عبد الله عبد السلام، شفنا كابتن ميدو بيتكلم ازاي، اللعيبه عارفه كويس قوي ان دي بطوله افريقيا، وحقيقه بطوله افريقيا بتنجح الموسم بشكل كبير قوي، يعني لما بيبقى الفريق يعني بينهي الدوري بطل وياخد كمان افريقيا بياكد انه بجدارته لهذا الفوز او المرتبه دي. خلينا نقول كمان ان النادي الاهلي ان شاء الله لو في حاله فوزه باذن الله، طبعا يعني باذن الله فوز النادي الاهلي بهذه البطوله هيشجع حتى الاتحاد الافريقي انه يعني يزيد من ضغوطه على الاتحاد الدولي ان يبقى فيه ممثل عن افريقيا، لان النادي الاهلي اسم كبير، فلو اتقال ان الممثل افريقيا هذا الموسم هو النادي الاهلي لا الموضوع هيختلف كتير. وخلينا اقول انه النادي الاهلي قادر بان هو يجد ممولين او يجد رعاه لهذا الفريق جيدا، يقدر يدعم الفريق بمحترفين، يقدر يعمل او يحط الكونديشنز اللي طالبها الاتحاد الدولي في مكانها مظبوط. فخلينا نقول البطوله مهمه، واكيد اللعيبه عارفين كده. ارجع طبعا لضيفي كابتن ماجد، انا اسف قطعت حضرتك عشان اللقاءات، كنا بنتكلم عن المباراه، كنا بنتكلم عن اداء اللاعبين، كنا بنتكلم عن كابتن حمدي صافي يعني فضل انه يغير تشكيلات حتى ما كانش فيها تجانس بهدف اخفاء اوراقه الرابحه، وهو يعني في كذا مكسب احنا خدناه من الماتش بتاع النهارده، هو اهمها اشتراك ناشئ زي يوسف حمدي الصافي في اول مباراه افريقيه ليه، وهو لسه ما كملش 18 سنه وداخل مع الفريق بقوه، ويعني مكسب كبير للنادي الاهلي في السنين القادمه ان شاء الله. كسبنا عادل في مركز 2 النهارده، ظهر بمظهر كويس مع ان هو مش مركزه، انما برضو دي ورقه ممكن صحيح نستخدمها. طب كابتن استاذنك لقاء مع يعني حبيبك وصاحبك يعني ويقول ايه رفيق الملعب معاك الكابتن وائل العايدي، نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن وائل العايدي المدير الفني لفريق طلائع الجيش. اتفضل يا كريم. جديد يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، مباراه مهمه اكيد، نادي طلائع الجيش وفريق كامبالا اكيد بيسعدنا في هذه اللحظات. ينضم لنا كابتن وائل العايدي طبعا المدير الفني لنادي الجيش. كابتن وائل برحب بيك في البدايه، وموفقين ان شاء الله بالنسبه للبطوله وبالنسبه كمان للمباراه. الاول عايز اكلمك على استعدادكم للبطوله بشكل عام، وايضا كمان بالنسبه للمباراه دي.
الحمد لله استعدينا نسبه معقوله. طبعا ما كانش فرصه نعمل معسكر خارجي او ماتشات احتكاك، عملنا بس يمكن ماتش واحد في اخر الفتره الست ايام بتاعه المعسكر، لكن انا راضي عن الفتره اللي احنا خدناها يعني بعد الدوري، وربنا يكرم ان شاء الله نبقى شكل احسن ما بيننا في الدوري ان شاء الله. لو بكلمك على لعيبه محاضراتك الفنيه بتركز معاهم على ايه؟ انا عارف ان كلها لعيبه على قدر المسؤوليه ولعيبه خبره بشكل كبير، لكن الحديث عن ايه يا كابتن وائل مع اللعيبه؟ لان بطوله عدد فرق مشارك كبير فيها النادي الاهلي وفرق قويه كمان في البطوله. طبعا هو عندنا فريق تحليل كابتن محمود الوزير وكابتن هاني سمير، يعني ابتدينا من النهارده من 9 الصبح قاعدين بنشوف نحلل الفرق. طبعا اول فرقه لسه اول مره نشوفها، ما عندناش اي اخبار عنها، نبتدي نستكشفها جوه الملعب، لكن بعد كده ان شاء الله نبتدي محاضره كل فرقه ونشوف الفرق نقط القوه والضعف عندهم، البلوكات العاليه والواطيه، اتجاهات الارسال هنستخدمها ازاي، هنقدر نعمل تشكيلات هجوميه على انهي ناحيه من الملعب بالظبط على البلوكات الاضعف، فربنا يسهل يعني. بتسبب صعوبه شويه للمدير الفني ما يبقاش في اي فيديوهات بالنسبه للفرق الافريقيه اللي بتشارك وكده، ولا بتعتمد على المباراه بمكانها وتوقيتها يا كابتن وائل؟ هي طبعا الى حد ما بتبقى فيها نسبه صعوبه، لان معروف ان الفرق الافريقيه فيها شويه عشوائيه يعني ممكن لو بتلعب فرقه في اوروبا او حاجه فالتنظيم يعني معقول تقدر تعرف الشكل العام من بدايه المباراه، لكن الفرق الافريقيه بتبقى فيها شويه عشوائيه فالموضوع بيبقى صعب. حتى يعني انا في تقديري لو عملت تحليل ساعات ما بيبقاش ناجح قوي مع بعض الفرق يعني. شوف تنظيم النادي الاهلي بطوله السيدات ثم الرجال ثم بطولتين كمان لكره اليد، يعني كواحد من خبراتك الكبيره كابتن وائل، كيف ترى تنظيم النادي الاهلي العدد الكبير من البطولات ده في الوقت القليل؟ النادي الاهلي طبعا طول عمره يعني رائد في موضوع تنظيم البطولات، انا ابن النادي الاهلي ولعبت هنا حوالي 13 سنه. لا طبعا عمرنا ما الحمد لله رب العالمين ما يعني الناس بتحب تيجي البطولات بتنظمها النادي الاهلي، يعني حاجه ما فيهاش كلام يعني. شكرا شكرا ليك، كل الشكر والتقدير من جديد للكابتن وائل العايدي طبعا المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش، عنده مباراه تنطلق خلال لحظات، اكيد مباراه مهمه مباراه قويه، لكن بناكد طبعا ان خلال الفتره القادمه وخلال الايام القادمه البطوله هتخش في اجواءها خلال الفتره القادمه. عودة ليك يا كابتن هيثم السعيد. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك، كل التوفيق لكابتن وائل العايدي ابن النادي الاهلي ومدير فني نادي الجيش. الحقيقه نادي طلائع الجيش نادي كبير فائز ببطوله افريقيا لعام 2016 لما اتعملت في استاد القاهره ونتذكرها جيدا، فريق محترم فريق كبير جهاز كامل بيقف ورا فريق الطايره. خلينا اقول برضو ان نادي الطيران نادي سموحه يعني برضو عاملين شغل كويس، وكل التوفيق للفرقه المصريه. احنا بنتمنى يعني الحقيقه ان كره الطائره المصريه كتوتال تبقى في مكانها ومكانها الطبيعي. طيب نروح لزميل كريم احمد ايضا في لقاءات مهمه، خلينا نشوف اللقاءات ونرجع لحضرتك، اتفضل يا كريم. تحياتي ليك من جديد يا كابتن هيثم، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اللواء خالد ابو زينه المدير الاداري ورئيس لجنه الاستقبال بالبطوله. سياده اللواء برحب بيك في البدايه. مباراه الانطلاقه الاولانيه للنادي الاهلي اكيد عندنا ثقه كبيره، نتيجه 3-0 متعودين عليها، لكن المباراه القادمه مع سخونه البطوله وشايف البطوله واول يوم فيها ازاي يا سياده اللواء؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده كان الافتتاح اكثر من ممتاز، نبدا بالافتتاح. يعني لائق باسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي ووجود ان اعضاء مجلس الاداره وكان على راسهم السيد نائب رئيس مجلس الاداره معالي وزير العمري فاروق، وايضا بيغيب عننا الكابتن محمود الخطيب وبنتمنى له الشفاء وربنا يا رب يرجعه بالف سلامه، كان بودنا انه يبقى معانا، ربنا يكرمه ان شاء الله ويرجع لنا بالسلامه. اما بالنسبه للبطوله 24 فريق، النهارده كان في مفاجاه ان فريق الفاب الكاميروني احنا شفنا مستواه متقدم جدا وطلع مع سموحه 3-2 في ماتش غير متوقع. سموحه طبعا استطاع ان هو يفوز عليه 3-2، فدي فرقه برضو ظهرت تمام. لسه احنا بنشوف الاجواء بتاعه البطوله، لكن انا بقول لحضرتك باذن الله البطوله هتبتدي تتحسم بعد 3 ايام بعد الثمانية. اول ما نوصل الثمانية هتبقى الامور وضحت بالنسبه للجميع، ولكن انت عند حضرتك فرقتين ليبيا قواي السواحلي واهلي بنغازي، عند حضرتك طبعا الفرقه المصريه الاربعه، عند حضرتك فرقه الفاب اللي هي طلعت النهارده، لسه الجزائر ما لعبتش مباراه قويه علشان هنشوفها برضو اكيد طبعا هيبقى فنياتهم عاليه لان دول بيتمتعوا بفنيات عاليه. كل ده حضرتك احنا المحللين بتوعنا شغالين من دلوقتي على الفرق دي على اساس ان احنا بنشوف احنا هنروح فين ورايحين في اي اتجاه، لكن احنا بنوعد الجمهور بتاعنا ان شاء الله ان احنا نحقق بطل المجموعه على اساس ان دي تريحنا، لان احنا هنقابل تاني المجموعه اللي فيها الجيش.
اللي فيها طلائع الجيش، فهم بيسعوا ان هم يطلعوا الاول واحنا بنسعى ان نطلع الاول على اساس ما نقابلش بعض في دور الثمانيه. فدي نقطه مهمه، ولكن احنا هدفنا البطوله، اللي بيبقى هدفه البطوله بيحاول ان هو يتخطى كل الصعاب. ان شاء الله ما تحصلش مفاجآت، ان شاء الله بنوعد الجمهور ان باذن الله ربنا هيوفقنا، لكن انا طالب من الجمهور ان هو يجي، ودي بقى النقطة اللي احنا لازم نتكلم فيها. جمهورنا جمهور غالي، لازم يملى الصالة، الفريق محتاجه مساندته ومحتاج وقوفه معانا في البطولة، وان شاء الله ما نخرجش عن الاخلاق الرياضية اللي احنا متعودين عليها من جمهور النادي الاهلي العريق العظيم اللي بيساند دايما فرقه للحصول على البطولات. بطمن حضرتك الفريق كله الحمد لله في حالة صحية جيدة، الحمد لله ما عندناش إصابات، الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى. الجهاز كله كامل متكامل مع الفريق، بنوعد مجلس الإدارة، بنوعد الجمهور، بنوعد كل الناس ان احنا ان شاء الله ماشيين على الخطة بتاعتنا السبتة، ان احنا نوصل بإذن الله لأعلى الدرجات وأعلى المراكز بإذن الله، ونحقق البطولات اللي غابت ثلاث سنين عن النادي الاهلي، ونأكد لافريقيا ان احنا حضرتك زعماء، لان احنا فزنا بافريقيا السنه اللي فاتت في تونس، وفزنا على فرقتين تونس، الترجي 3-0 والنجم الساحلي في النهائي 3-1. طبعا البعض شكك في هذا الموضوع، وانا قلت لحضرتك الكلام ده في مقابله امبارح في التكنيكال ميتنج، لكن انا بقول لحضرتك احنا فزنا على تونس في تونس في مباريتين، تمام، في المجموعه وفي النهائي على النجم الساحلي. باذن الله ربنا هيوفقنا، باذن ربنا هيكرمنا. بنشكر قناه النادي الاهلي اللي مساندانا في كل الاوقات وفي كل الساعات، وانا حاسس بمجهود عظيم جدا من حضراتكم، وبشكر كابتننا العظيم هيثم بن سعيد، يعني راجل فاضل وراجل محترم، وبرضه مواكبنا بالتليفون وبيسال على المعلومات وبيسال على معلومات الفرق. فانا بتمنى التوفيق، وبتمنى التوفيق لقناه النادي الاهلي في كل المحافل ان شاء الله. العفو، شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد للواء خالد ابو زينه المدير الاداري لفريق النادي الاهلي، وايضا رئيس لجنه الاستقبال في هذه البطوله. ان شاء الله تكون بطوله قويه تليق باسم النادي الاهلي تنظيميا وفنيا، تكون من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد وكل نجوم استوديو التحليل. شكرا جزيلا الزميل كريم احمد. اللقاء مع اللواء خالد ابو زينه الحقيقه يعني هو شغال يعني بقلبين او بروحين، شغال مع الفرقه وبيذلل لها كل الصعاب والاداريه والسفر والرجوع والاعداد وكل المشاكل الاداريه بيذللها لهم، وفي نفس الوقت هو رئيس لجنه الاستقبال. الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا، ربنا يوفقه. وقال كلمه النهارده مهمه، انه سعيد برجوع تاني الجمهور لمكانه الطبيعي. الصاله النهارده شفنا بالرغم من مباراه الافتتاح مش مباراه قويه، وخلينا نقول ان دايما مباراه الافتتاحيه الفريق اللي بيستضيف البطوله بيختار اضعف فرقه في المجموعه عشان يخش في الاجواء ويبقى عنده فرصه كويسه انه الاول يتعرف على الدنيا ويشوف الدنيا فيها ايه. مع ذلك الجمهور كان متواجد النهارده بشكل كبير، وسمعنا صوت الجمهور من اول لحظه لاخر لحظه، وعرضنا لحضراتكم ده، احنا طول الوقت سامعين صوت الجمهور، حتى لقينا انفعالات مع اعضاء النادي العاديين مع الجمهور. وانا بتوقع ان شاء الله يوم بعد يوم ولما الدنيا تسخن في الماتشات، لا الصاله دي هتتقفل ان شاء الله، وهنشوف تابلو جميل جدا بمسانده جماهيريه كبيره. كابتن شعراوي، يمكن المباراه النهارده كان كابتن ماجد بيقول في مكاسب كتيره للمباراه، ليست فقط نتيجه ولكن مكاسب اخرى. من وجهه نظر حضرتك ايه المكاسب الاخرى اللي طلع بيها النادي الاهلي النهارده؟ والله احنا ما في بدايه اللقاء احنا قلنا ان محمد مصلحي هيخبي التشكيل بتاعه. صحيح. وقلنا هيبدا بتشكيل غير التشكيل الاساسي. ده مش كده بس، ده لعب لعيبه في مراكز ثانيه. هو عمل العكس، يعني انت لو بصيت للشوط الاخير هتلاقيه ابتدى بالسته الاحتياطي بتاعه. عكس اللي احنا كنا متوقعين ان هو هيبدا بالسته الاحتياطي في اول مباراه عشان يخبي تشكيله. لا، هو ابتدى بالسته الاساسي التو، وساب لعيب واحد بس من التشكيل اللي هو مش اساسي عنده. وبعد كده هو في الشوط الثاني والثالث لعب كل التشكيلات اللي هو عايزها، جرب كل الناس. وفي الاخر لعب السته التانيين بتوعه. صحيح. طبعا اشرك يوسف، وده لعيب صغير، يوسف حمدي الصافي، عبد الرحمن خد عبد الرحمن سعود خد جزء كبير من المباراه، عبد الرحمن سعود واثبت ان هو كويس جدا. حيل.
بصراحه يعني معاه توليفه كويسه جدا جدا جدا. واضح بس انا مش مقتنع بوجود عادل في مركز اثنين. ما ده برضو من ضمن الاوراق اللي مخبيها كابتن يعني مهم. انا ما يعني عادل صعب شويه في اثنين. عادل ضربه كله المفروض سريع، مش متعود على ان يضرب يعزم يعني ياخد الكره عاليه. طب خليني اقول لحضرتك بس حته انه ده وارد جدا بشكل كبير انه يكون بيوصل رسائل للكوتشات اللي قاعده بتعمل سكاوتنج، المحللين اللي قاعدين بيعملوا سكاوتنج على الفرق. ممكن ممكن او ممكن بيكون بيخبي من أكيد. يعني التشكيل الاساسي بتاعه. بس انا في بدايل لمحمد عادل، انت لو عادل لو حطيته في اثنين انت خسرت اقوى ضريب بيضرب سريع في الفرقه عندك عشان البلوك، في حين ان انا ممكن اي لعيب تاني ممكن عندك قطب بلوكه عالي جدا برضو وبيمتاز انه بيضرب العالي كويس. احمد سعيد ينفع يلعب في اثنين؟ احمد سعيد بس انا النهارده بحط احمد سعيد لانه المين اتاكر بتاعي اقوى ضريب عندي بحطه في اربعه. ما شاء الله عليه حاجه يعني الله ربنا عليه. أنا يحميه يعني سعيد جدا، ربنا تاتش وود وربنا يحميه. احنا طمنا بدنيا بشكل كبير على منعم بس انا لغايه دلوقتي منعم برضو يعني انا شاعر ان هو لسه برضو اكيد بيلعب وهو في نوع من التخوف او الاحتراس. بس يا كابتن احنا رياضيين وعارفين ان العوده من الاصابه ماتش بماتش اللعيب بيعلى لغايه ما بيوصل لفورمته كويس قوي. ان عندنا خمس ماتشات لسه في المجموعه، عندنا ماتش يتلعب ولسه اربع ماتشات، والحمد لله ان هو عنده الاراده ان هو يلعب وان شاء الله على نهايه البطوله يكون وصل للمستوى الطبيعي. كل دي مكاسب، خلي بالك انت لسه عندك كاس مصر يا كابتن وعندك لقاء مهم قبل النهائي مع الزمالك. وجربنا حسام برده صانع الالعاب الثاني مع عبد الله وماشي كويس جدا برده. الليبرو الثاني لعب، والليبرو الثاني ده برده كان في منتخب 23 سنه اللي لعب بطوله العالم هنا النهارده. في ثلاث مجموعه مكاسب كبيره، لاعبين مكاسب كبيره. اهم حاجه زي ما قال كابتن ماجد وزي ما اكدت حضرتك مشاركه اللاعبين الصغيرين، ودي رساله اكيد كابتن محمد مصالح بيوجهها. يا جماعه في جيل طالع، في جيل بيحط رجله على السلمه الاولى انه يحمل رايه الطايره في النادي الاهلي. وخلينا اقول انه دي بدايه. حضرتك قلت لي ايضا في قطاع الناشئين في مجموعه طالعين اصغر من يوسف اصغر من عبد الرحمن طالعين بيبشروا بالخير جدا. وبعد كده يعني في ميزه النهارده لما تبص فرقه النادي الاهلي بقى عندك 14 لعيب اي واحد فيه ممكن ينزل ملعب. احنا لو لاحظنا ال 14 لعيب لعبوا النهارده. صحيح. مفيش حد ما لعبش. صحيح. كله لعب الاساسي والاحتياطي. وخلينا اقول يا كابتن برضو ان احنا بنسبه كبيره مثلا طمنا على عبه. عبه كان عنده مشكله. عبه لعب النهارده. ركبته علقت في اخر ماتش الحمد لله كويس. اطمنا بشكل كبير جدا على شكري. الحمد لله يعني انا قصدي اقول بص احنا ما يقلقناش ابدا المستوى الفني خالص نهائي. احنا متاكدين واثقين فرقتنا هي الاحسن ان شاء الله. والنهارده ظهروا بمظهر كويس فنيا، ولكن كان يهمنا اكتر النهارده ان احنا نطمن على الناحيه البدنيه الاصابات، لان بيتهيألي دي هي الحاجه اللي ملهاش حل. انا بصراحه انا مطمن، انا شايف الجهاز الطبي معاهم كويس جدا. دكتور هيثم يعني عمل معاهم شغل كويس الحقيقه. غير كده كمان اللعيبه نفسها نفسيا مع بعض متداخلين كويس قوي. فنيا ممتازين. يمكن الماتش مش على المستوى اللي يخلي اللعيب يظهر كل امكانياته. ده اللي بيخلينا نشعر ان مش دي فرقه الاهلي. لا هي دي فرقه الاهلي، بس مستوى المباراه او الخصم اللي بيلعبه اقل منه بكتير فبيسحبوا لتحت. طبعا دي جماهير النادي الاهلي النهارده ما سكتتش لحظه حقيقه. كل التحيه والتقدير لهذه الجماهير، لكم منا بملوك الصالات برنامج ملوك الصالات كل التحيه والتقدير. زي ما تعودنا ان انتوا دايما في ظهر فرقكم وظهر فرق النادي الاهلي. يعني ان شاء الله مستنيينكم بكثافه. ان برضو النهارده الجمهور مش العدد مش كافي عشان مباراه الكوره. أيوة عشان عليك. لسه ماتش الكوره فده ساحب جمهور كتير جدا من الناس. وده مع ذلك سابوا ماتش مصر لكره القدم وجم. بص يا كابتن الفانيلا الحمراء بامانه يعني خلينا نقول الفانيلا الحمراء يعني الواحد نادي الاهلي يا جماعه. نادي الاهلي يا جماعه. نادي الاهلي بس هي دي بس. كابتن ماجد يعني برضو تعليقك ايه على وجود الجماهير النهارده؟ الجماهير ما سكتش؟ لا يعني خلينا نقول انه الجو كان حلو النهارده بالرغم ان مباراه النادي الاهلي كره قدم وبعديها مباراه مصر، وتوقيت المباراه جاي في وقت صعب شويه بين المباراتين، ومع ذلك الجماهير ما سكتتش لحظه. هو عاده جماهير النادي الاهلي انها دايما واقفه ورا فرقها في كل الالعاب، وده مش غريب على الجمهور النادي الاهلي العظيم طبعا اللي بيساند الفرقه في كل الاوقات، وهي كسبانه وهي خسرانه وهي متفوقه. فوجود الجماهير بالنسبه لفرق النادي الاهلي عموما وفريق الكره الطايره خاصه يعني انا بعتبره ان هو العامل الرئيسي. بامانه جمهور النادي الاهلي بيجي عنده ثقه في الطايره جامده جدا، فريق الطايره بالذات. يعني فريق الطايره بنى ثقه وعمل تاريخ مع جماهير النادي الاهلي، 12 لقب افريقي، هو الاكبر في كل الالعاب الجماعيه في النادي الاهلي.
يعني الحقيقه يعني ده بيدي ثقه. هو على مر الاجيال كان في ثقه دي موجوده بالزبط. والحمد لله دايما الجمهور واقف في ظهر الفرق سواء ولاد او بنات، ودايما يعني الحمد لله الفرق الكره الطايره في نادي الاهلي ما بتخذلش جمهورها ابدا. صحيح. والثقه اللي بتيجي من يعني بتتبني عبر سنين ديت، انا من وجهه نظري ان احنا هنشوف الجمهور ده زي ما كابتن شعراوي وحضرتك قلت، ان عشان الماتش بس والظروف بتاعت النهارده العدد ما كانش مكتمل، انما ان شاء الله باذن الله الصاله هتتملي، وان شاء الله باذن الله الجمهور ده هيبقى العامل رقم واحد في مكسب البطوله. عايزين الجمهور يسخننا ويعني زي ما بيقولوا بيولعوا البطوله كده، ونحس بقى والدخلات والجمهور يفتح والدخلات بقى يا كابتن، واللوح واليفط والرسومات، عايزين نتمتع بالحقيقه. يعني غير كده بيدي روح للملعب غير طبيعي، بيدي جو للمباراه جميل. صحيح صحيح يا كابتن. خلينا نقول انه يعني ان شاء الله فرقتنا كويسه، وفرقتنا ثقه كبيره جدا، وجهاز فني محترم، وفرقه مجلس اداره بالكامل واقف وراها. خلينا نقول ان كل ده اكيد بيدي ثقه للجمهور ان يجوا. طيب خلينا استعرض مع حضراتكم الخمس او مجموعه النادي الاهلي تاني للي ما كانش تابعها. النادي الاهلي على راس المجموعه كحامل لقب، السجون الكيني كليفل 2، الشرطه الايفواري، اسبوار الكونغو الديمقراطيه، نيمو ستار الاوغندي اللي احنا النهارده لعبناه وفزنا 3-0 في المباراه الافتتاحيه، ريدسكين ليسوتو. دي مجموعه النادي الاهلي اهي على الشاشه قدامكم، وهنبلغ حضراتكم ان شاء الله مباراه بكره هتبقى مع مين والساعه كام ان شاء الله حالا. وخلينا نقول انه في خمس مباريات هتلعبوا ورا بعض، عشان بس الساده المشاهدين اللي ما كانش في حد متابعنا امبارح في القرعه او النهارده. هنلعب النهارده خلاص لعبنا الثلاث، هنلعب الاربع، هنلعب الخميس، جمعه، سبت، خمس ايام متتاليه. الخمس ايام دول هيتاهل الاول والثاني من المجموعه اللي احنا توقعنا كضيوفي كابتن شعراوي وكابتن ماجد مصطفى، توقعوا بنسبه كبيره هيكون الاهلي والسجون الكيبي. وفي مجموعه ثانيه ايضا فيها خمس فرق، والمجموعه الثالثه خمس فرق، والمجموعه الرابعه خمس فرق، ست فرق، خمس ماتشات يعني. هيتلعب اول ثاني، اول هيلاعب ثاني وثاني هيلاعب اول، وهيطلع بعد كده دور السيمي فاينل، وبعد كده المباراه النهائيه. البطوله هتنتهي ان شاء الله الخميس القادم. دي ماتشات النادي الاهلي امامكم. النادي الاهلي النهارده لاعب نيمو ستار الاوغندي الساعه 7 وفزنا الحمد لله، ده 27 مارس. 28 مارس غدا الاهلي والشرطه الايفواري، هيبقى المباراه الساعه 8. طب ليه الساعه 8؟ لان النهارده بدرنا الميعاد ساعه، او لجنه منظمه بدرت ساعه عشان ماتش مصر. اليوم الثالث اللي هو 29 مارس باذن الله اللي هو يوم الجمعه، هيبقى الاهلي الساعه 8 والسجون الكيني 29 مارس. الاهلي المباراه الثانيه مع ريدسكين ليسوتو 30 مارس. المباراه الخامسه الاهلي الساعه 8 ان شاء الله يوم 31 مارس مع اسبوار الكونغولي. تاني دي مباريات النادي الاهلي على الشاشه قدام حضراتكم في البطوله في نسختها 37. خليني اقول لحضراتكم ان المواعيد دي مختاره بعنايه. عندنا بكره خميس، جمعه، سبت ان شاء الله نلاقي جمهور، ما عندناش ماتشات كوره، ما فيش اي التزامات ان شاء الله. انا بنادي من هنا من ملوك الصالات، عايزين الجمهور يتواجد بكثافه. الدنيا جميله، الموضوع متنظم بشكل جميل، الجماهير بتشجع تشجيع محترم كما عودتنا. عايزين التشجيع الرياضي المثالي اللي دايما متعتونا بيه، سواء في افريقيا 2016 ديسمبر كره السله، عندنا افريقيا للسيدات البطوله اللي فاتت كان تشجيع جميل وراقي. عايزين نشوف ده، عايزين نشوف الدخلات، عايزين نشوف اليافطات، عايزين نشوف الجو اللي بيعمله جمهور النادي الاهلي العظيم. الحقيقه في ناس كانت رايحه ماتشات كتير، كانت رايحه بس تتفرج على الجمهور. يعني الماتش معروف نتيجته يا كابتن شعراوي، يا كابتن ماجد، الماتش معروف نتيجته، بس الناس راحت تتفرج على التابلوهات الحلوه اللي بيعملها جمهور النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله يعني الامور تمشي بشكل جيد. معلش يا كابتن ماجد، احنا هنتكلم بشكل عام على البطوله. احنا قلنا ان خمس مباريات كتير مش قليل، وخلينا نقول ان برضه في ضغط عصبي. يعني النادي الاهلي هو الفريق المنظم البطوله، الناس كلها قاعده بتتفرج عليه، ماتشاته مذاعه، فاذا حتى لو ما حدش قاعد يتفرج، اي حد هيشوف قناه النادي الاهلي في الاوتيل هيتابع مباريات الاهلي، يقدر يعمل عليهم سكاوتنج كويس. اذا الفرقه اللي سبوت عليها، فده برضه مجهود على اللعيبه، مجهود على الجهاز الفني، مجهود عصبي. هو اعتقد في المجموعه بتاعتنا دي الماتش اللي هيبقى اللي هيحدد بطل المجموعه اللي هو ان شاء الله النادي الاهلي، او الماتش اللي هيبقى فيه شويه يعني لعب وتكتيك، هو هيبقى السجون الكيني. صحيح. فبكره برضو تقريبا هيبقى نفس الشكل بتاع النهارده. لا هو ان شاء الله كل الماتشات كل الماتشات دي حتى السجون الكيني ان شاء الله. بس هو اللي هيبقى فيه لعب شويه او يعني فيه ضغط شويه هو السجون الكيني.
لان فرقه السجون الكيني يعني عندها خبرات افريقيه اكتر من باقي الفرق اللي هنا كمنتخب حتى ولاعيبه في المنتخب برضو. وبالنسبه للحمل انا بقول برضو ان في ضغط هيبقى على اللعيبه، بس زي ما شفنا النهارده الجهاز الفني بيوزع الحمل على كل اللاعبين. النهارده ال 14 لعيب المسجلين النهارده لعبوا ما عدا المحترف بس اللي ما لعبش، اللي هو شكري ما لعبش. هو 13 لعب يعني هو بس شكري ما لعبش، بس احنا مطمنين عليه، هو شكري كويس وكل حاجه. لا ما فيش اصابه ولا حاجه، بس هو يعني اتفضل يريح كارت بيتدارى في عايز يوصل رساله معينه. لا كابتن محمد اكيد في حسابات احنا مش عارفينها، هو كمدير فني قاعد، هو ممكن يبقى في حد في الملعب معين هو مش عايز يشوف حاجه معينه، فاحنا قاعدين بنتفرج، بس هو الكوماندر. والنهارده برده يعني عدم لعب شكري ادى فرصه لبقيه لعيبه مركز اربعه زي محمد عبد المنعم هنطمن عليه. صحيح البدايه بتاعته لسه مش قويه، بس الحمد لله ان هو رجع كويسه طبعا، رجع والحمد لله انه رجع يعني سنه رباط صليبي يرجع بالشكل ده. لا الحمد لله يوسف النهارده لعب بشكل معقول ومبشر كلاعب صغير. احمد عبد العال لما نزل، احمد سعيد لما نزل، فكل الفرقه يعني خدت جزء من المباراه، وده اعتقد برضو هيفضل السيستم اللي موجود طول الماتشات الخمسه بتوع المجموعه، لان الخمس ماتشات في خمس ايام برضو مش عايزين نركز على تشكيل واحد، تشكيل ثابت، بحيث ان كل لعيبه تاخد جزء من الماتشات تجهز للدور الثمانيه ان شاء الله تخش في البطوله بشكل قوي. بس يا كابتن انا عايز احط الضوء شويه على السواحلي الليبي. الفريق ده انا مش عارف، حاسس انه هيعمل مفاجاه، بص حاسس انه ممكن يوصل فاينل. هو السواحلي يعني من الفرق اللي بتجيب محترفين كويسين وبتوصل دايما في المربع بقالها 3 سنين، وتقريبا او معظم منتخب الليبي متوزع على السواحلي واهلي بني غازي، فدايما هتلاقي السواحلي منافس داخل المربع، وممكن ماتش السواحلي مع الطيران هو اللي هيسهل الدنيا بالنسبه للسواحلي او للطيران. يعني اللي هياخد اول مجموعه من الفرق المجموعه الثانيه هتلاقي بيلعب تاني مع المجموعه الاولى، هيطلع يخش المربع، فماتش السواحلي مع الطيران هو اللي هيحدد البطل بتاع المجموعه دي. ونتمنى طبعا التوفيق. خلينا نقول انه الفريق اللي مش هيقابل الاهلي ان شاء الله في قبل النهائي هيكون بشكل كبير هو اللي هيقدر يوصل للنهائي، هو مش هيقابل الاهلي. هو بص حضرتك يعني احنا كنادي اهلي يعني ان شاء الله باذن الله احنا مستعدين لاي حد، بس يعني من توقعاتي ان يا السواحلي يا فريق الجزائري صحيح هو اللي هيحدد هو شكل النهائي ان شاء الله، لان برضه فريق الجزائر ما بتجيبش محترفين كويسين او ما بتستعينش بمحترفين، بس معظم فرق الجزائر بتروح جايبه لعيبه المنتخب كلها او اللعيبه المميزه ويحطوها في فرقه واحده في البطولات دي. صحيح. فممكن يكون الفرقه بتاعه الجزائر ممكن، واحنا لسه برضو اما نتفرج على البطوله هنشوف الفرق وهتظهر لنا الفرق المميزه اللي في البطوله دي شكلهم عامل ازاي. كابتن ماجد مصطفى طبعا نجم النادي الاهلي السابق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك المباراه الافتتاحيه 3-0 للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، وكنت سعيد مع حضرتك ومع الكابتن شعراوي طبعا. شكرا جزيلا كابتن. شكرا كابتن محمد شعراوي مدير قطاع الناشئات بالنادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي السابقين وصانع العابه، يعني من احد يعني ابرز صناع الالعاب في تاريخ الطايره. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك فوز النادي الاهلي في المباراه الافتتاحيه. هيثم، والف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لينا، وسعيد في وجودي مع حضرتك ومع كابتن ماجد، وان شاء الله نكون موجودين برضو في المباراه النهائيه ونهني بعض ان شاء الله. ده مكانك وده بيت حضرتك، وقناه النادي الاهلي هي يعني بيت كل الاهلاويه وكل ابناء النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن شعراوي. كتر خيرك. اعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحسن المتابعه، غدا ميعادنا ان شاء الله قبل المباراه باذن الله بساعه استوديو تحليلي، هنتم مباراه الساعه 8 ان شاء الله، هنطلع 7، لو هنطلع قبل 7 ان شاء الله هنقول لحضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك او تويتر، هنقول لكم الجدول بالظبط هيكون ايه ان شاء الله، ولكن بكره لقاء اخر. كل التوفيق لفريق كرة الطائرة كابتن محمد مصالح ميدو واللاعبين في دفاعهم او حصولهم على اللقب ال13 افريقيا. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، والى لقاء غدا مع ملوك الصالات.